نسب النبي عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، وكان أعداء النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون له بذلك. فهو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.